وطبقا للوائح الميعاد 30/6 ده ميعاد رسمي موجود في اللوائح الاتحاد الافريقي منذ سنوات طويله، ولكن مع مرور الايام ومع ارسال المعايير الخاصه بتقديم ملفات الرخص الانديه المحترفه، معظم الاتحادات شافت ان ممكن يكون في تاجيل لميعاد ارسال اسماء الانديه لما بعد 30/6، لان انت لغايه امبارح انت بتتكلم 19/6، فالاتحاد الافريقي عمره ما اتاخر لغايه نهايه 6 عشان يقول ابعت لي خلال ايام في الميعاد الديدلاين المحدد 30/6. كان دايما يبعت في اول اسبوع في 6 يقول لك 30/6، وبعد كده لو حد طلب التاجيل فياجل لنص 7 اخر 7، بيدي مهله شويه في شهر 7. ولكن لما جه 19/6 وما كانش بعت وفجأة الاتحادات كلها بعت وقال لهم قدامكم 10 ايام، ده عمل بلبله شويه في معظم الاتحادات خاصه اتحادات شمال افريقيا. خبر النهارده يمكن انا كنت نشرته صباح اليوم ويمكن عمل ردود فعل كبيره جدا خاصه في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي ليبيا. دول شمال افريقيا الدول العربيه كلها عندها نفس الازمه. مش هتطرق بقى للدول الاخرى لان ده امر شان داخلي، كل اتحاد بيتعامل مع المسابقه المحليه بتاعته. ليبيا بتلعب في تونس ومستنيه الدوري التونسي يخلص عشان تلعب الدوري الليبي، فطبعا ده انت معاك لغايه اخر 7. الدوري الجزائري اجازه الفتره الحاليه وهيرجع بعد العيد ان شاء الله، فهيبدا في شهر 7 ممكن يخلص على الاسبوع الاخير من شهر 7. الدوري المغربي كاس العرش اتاجل مش هيتلعب دلوقتي، فيضطر يبعت الاربعه الاوائل في البطوله الوطنيه المغربيه، بس البطوله لسه ما خلصتش وفي منافسات النهارده ولسه الجوله الاخيره، فبرضه لسه في كلام. الدوري المصري وده اللي يهمنا بقى، موقف الانديه، هل هيبعت ترتيب الدور الاول لو التزم ب 30/6 ولا ممكن يستنى لو الكاف اداله مهله انه يبعت في شهر 7؟ ده هنعرف تفاصيله خلال الساعات اللي جايه، ولكن ده امر لا يعنيني في شيء، لان كده كده اصلا الانديه المتصدره في الدور الاول هي هي الانديه بنفس الترتيب في الدور الثاني. يعني لو هنستعرض لو معانا الجدول الدوري المتعلق بترتيب الدور الاول، اذا الاتحاد المصري او رابطه الانديه التزمت بالميعاد المحدد من الكاف هتبعت الترتيب اللي قدامكم دلوقتي هيكون على الشاشه. مثلا الاهلي في الصداره لعب 16 مباراه وهيلعب المباراه الاخيره مع الحرس اللي هي المؤجله من الدور الاول يوم الخميس، عشان يبقى ترتيب الدور الاول كده ايه كل الفرق لعبت زي بعضها 17 مباراه. الاهلي 40 نقطه في الصداره وكده كده موجود في دوري الابطال. بيراميدز 17 مباراه 34 نقطه، فيوتشر 17 مباراه 34 نقطه، الزمالك كده كده رابع 17 مباراه 29 نقطه، من 17 مباراه 29 نقطه. طبعا ليه بيراميدز متفوق على فيوتشر؟ بيراميدز متفوق على فيوتشر في رصيد الاهداف، رصيد ايجابي 3، يعني جايب اكتر من فيوتشر بثلاث اهداف زياده. انا اقول لكم بقى على ايه حاجه مهمه جدا على فكره. الاتحاد الافريقي لما طلب الاسماء الاتحادات كلها اكيد هتلتزم، اي اتحاد عايز ياجل هيبعت للكاف حاله استثنائيه، كل واحد بحاله منفصله. ممكن الكاف ياجل اتحاد صيني يرفض تاجيل الاتحاد صاد، دي قصه ايه متعلقه بالاتحاد الافريقي. ولكن الجزئيه المهمه في الامر ده، الاتحاد الافريقي بيطلب من كل اتحاد ان يبعت اسم كل نادي مرشح للبطوله حتى لو الدوري لسه ما خلصش. فبيراميدز هيطلب يلعب دوري ابطال، فيوتشر هيلعب كونفدراليه، الزمالك هيلعب كونفدراليه. لو الاتحاد طلب او رابطه الانديه طلبت ان تستنى للدور الثاني لما يخلص على نص 7 او اخر 7، يعني مش هيحصل تعديل في دوري الابطال اهلي وبيراميدز برضه، الكونفدراليه برضه فيوتشر والزمالك. لكن في حاجه مهمه جدا، كده كده الاهلي، وخدوا بقى دي عنوان، كده كده الاهلي بغض النظر عن هذا الترتيب، الترتيب ده نحطه كده على جنب مالناش علاقه بيه، الاهلي يشارك في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل بصفته حامل اللقب.